أمير المؤمنين عليه السلام يوصيكم، يقولها الليلة بالذات لا تنسون وصية من علي بن أبي طالب عليه السلام. إن شاء الله إذا الله أعطاني عمر الليلة القادمة أقرأ لكم مفصل وصية أمير المؤمنين، بس هالليلة من وصايا أمير المؤمنين ليلة 20 من رمضان. الإمام عليه السلام يقول صلوا صلاة هذه الليلة سهلة 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 في 8 دقائق، 8 ركعات، كل ركعة بعد الحمد اقرأ أي سورة اللي تحب، أقل أن اقرأ قل هو الله أحد سورة التوحيد بس، كل ركعة تشهد وسلام، يعني حمد قل هو الله، كل ركعة تأخذ 1 دقيقة، 8 دقائق، 8 ركعات. وعد من أمير المؤمنين يقول من هذا كلام، يعني الكريم لما يريد يعطي إخواني الكريم يدور حجة يريد يعطيكم يا عباد الله. أمير المؤمنين عليه السلام يقول من صلاها غفر الله له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر، كل يعني نصير كيوم ولدتك أمك، إلا إذا واحد بذنبته أكو حقوق الناس، هذا ديروا بالكم أعزائي،